السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل جروب. دلوقتي انا عندي الاشكال ديت، تمام، اللي انا عايز اكررها واضطررت ان انا اعدل في واحدة فيهم، واضطر ان انا اعدل فيهم كلهم. فممكن اعمل جروب بحيث لما اعدل في واحد يتعدل فيهم كلهم. طيب اعمل ازاي جروب؟ ممكن اعلم على الشكل وادوس رايت كليك واقول له انا عايز كريت جروب، فكده كون لي جروب. لو جينا هنا مش ظاهر عندي هنا، فاقول له من الويندوز هقول له انا عايز اظهر الجروب تري، ظهر عندي الجروب اهوت. اقدر في اي وقت اعلم على الشكل ده مثلا واقول له انا عايز من فوق هنا، هتلاقي عندك جروبس، هتقول له كريت جروب، بيبدا يقول لك اختار بقى الحاجات اللي انت عايزها. هبدا اختار اللي انا عايزه، وبعد كده اقول له اعمل لي جروب. دلوقتي بقى عندي جروب، اللي انا عملت سيلكت من هنا هيبدا يجيب لي الجروب دوت، تمام. طيب ممكن الجروب ده ادوس هنا رايت كليك وابدا اختار مثلا انا عايز اعمل له ميرور، تمام. فبيقول لي اختار المكان اللي انت عايز تعمل فيه ميرور، تمام. وبعد كده اختار لو انت عايز تعمل بزاوية، هدوس تاب عشان اكتب الزاوية اللي انا عايزها، تمام. واروح دايس انتر فهيبدأ يوفي. طيب برضو ممكن اختار الجروب دوت، لاحظ ان هو بدأ يكرر لي. ولو انا جيت هنا وعدلت اي تعديل، دخلت جوه هنا وبدأت اعدل فيه، التعديل اللي انت بتعمله بيأثر في كل الاشكال اللي زيها، تمام. طيب لو انا ممكن اجي في الجروب دوت تدوس رايت كليك واقول له انا عايز اعمل روتيت، تمام. بيقول عايز تعمل روتيت فين؟ هنا مثلا. طب تاب واكتب الزاويه اللي انت عايزها، هيبدا يعمل لك روتيت على الجزء دوت. ممكن تدوس هنا وتقول له انا عايز اعمل كوبي او اري، تمام. اري مثلا هتقول له انا عايز مثلا 3 عناصر يتكرروا غير العنصر الاصلي، يعني هيبقى عندي 4. حدد اول نقطه واخر نقطه، فيبدا يعمل اري بالشكل دوت، تمام. الرقم 10 هو اتكرر 3 مرات، و9 اتكرر عشان احنا عملنا له ميرور.